أحسن الله إليكم، هل يجوز رد السلام على المرأة الأجنبية؟ رد السلام لا بأس به، إذا سلم عليك أحد رجل أو امرأة رد السلام واجب، قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إلا إذا كانت هذه المرأة ما هو قصدها السلام ولا قصدها السنة، إنما قصدها الفتنة، هذه لا ترد عليها. إذا كان قصدها الفتنة والمغازل والدعاية للفاحشة فلا ترد عليها، نعم. أما إذا كان قصدها السنة فرد عليها، نعم.